بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. رمضان شهر الإخلاص، يعلمنا كيف نخلص في كل شيء، كيف نتقن العمل ونخلص فيه، كيف نخلص في العبادة ونؤديها لله عز وجل دون أن ننظر إلى الناس. يعلمنا كيف نراقب الله. لذلك يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: الصوم عبادة لا رياء فيها. ووقف العلماء عند قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. قالوا: طيب لماذا اختص الصوم بذلك؟ الإمام ابن الجوزي والإمام المازري والإمام القرطبي وغير هؤلاء قالوا: كل الأعمال تظهر بفعلها. أي عمل بيظهر بفعله؟ لو تصدقت الناس شايفاك، ولكن تصدق طالما أنك تتصدق بإخلاص. لو صليت الناس تنظر إليك وتصلي أيضا لأنك تصلي لله. الشاهد أن الأعمال تظهر. يقول الإمام ابن الجوزي: وما يظهر من عمل غالبا قد يكون فيه شوب، يعني فيه كده شوية من رياء. قال: إلا الصوم فالجميع صائمون ولا يظهر بفعله. وانت صايم ما حدش عارف انت صايم ولا مش صايم. طب حتى لو الناس عرفت انك صايم، ده في أطفال صغار صايمين، إذا لا يحدث الرياء، ما فيش رياء، هترأي مين؟ ده انت صايم زيك زي الناس. فلذلك قالوا: الصوم عبادة لا رياء فيها. الصوم يعالج شوائب النفس، يعالج شوائب القلب، يعلمنا الإخلاص ويعلمنا الإقبال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المقبلين على الله لوجه الله الكريم، ولا ننظر إلى عباد الله ولكن ننظر إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.